بجد السيدة معالي وزيرة الصحة لساتها خالص عزائنا جميعا، واحنا اخواتكم ومعاكم وفي، وطبعا القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس مقدرة التعب والمجهود اللي بيعمله الفريق الصحي والفريق الطبي والتضحيات اللي قدمتها عشان حفاظا على صحة وأرواح المواطنين. كل التحية والتقدير لحضرتك وخالص العزاء، وربنا إن شاء الله يعني يدخلها فسيح جنات إن شاء الله. الحمد لله متشكرين على السادة المسؤولين، ربنا يحفظك، ربنا كل سنة وأنتم طيبين، صح السلامة، ربنا يحفظك، شكرا. انا كنت معاها يعني دايما اول اسبوعين لما كنت تعبانه، كنت معاها دايما بنزل معاها للدكتور وتاخد العلاج الابر كده، بروح معاها السوق كده، فكنت دايما مرتبطه بيها اكتر من اختي وبابايا عشان كنت في الشغل وكده، وانا يعني طالبه جامعيه فكنت قاعده في البيت يعني لما مش بنزل الكليه كتير. فهي اول ما تعبت يعني هو جالها بدور برد عادي وكحه، وبعد كده اتطور معايا بقى التبري قوي، دكتور قاعده التبري قوي واضطر ان انا احولها للكميات بتعمل بقى، بس هي في اخر وقت كانت بتلبس الكمامه عادي واخد احتياطاتها، بس هو سيبها كده بقى الحمد لله. كانت بتقول لك ايه قبل وفاتها؟ هي ما كانتش تعرف، هي شافت ان هو ده كورونا وكان نفسها انه ما يطلعش هو، مثلا لما يجي نقول لها ان هو هزر مثلا مع مريم ممكن يمشي يمكن يطلع كورونا ولا حاجه، بتقولي بعد الشهر بتاعي كانت بتبقى مرعوبة جدا، بس مجرد موت الجسم كانت ممكن تبقى أي حاجة عندها إلا الكورونا ده، يعني بتقولي لا أكيد ده برد ده يمكن حتى لو أي أزمة بس ما يكونش ده كورونا. هي كانت حريصة إن هي تروح شغلها وتمارس عملها طبيعي جدا؟ اه عادي وتروح شغلها وتحط يعني الأجهزة قليل أوي. تزحمة تزحمة، الحمد لله. تحيات السيد الرئيس للسيادة ولي هدايا بسيطة، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظك. وفي برضو مبلغ مالي موجود معانا هديه لحضرتك دلوقتي. وتحيات السيدة معالي وزيرة الصحة لسيادتك وخالص عزائنا جميعا، واحنا اخواتكم ومعاكم وفي وسطكم، وطبعا القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس مقدرة التعب والمجهود اللي بيعمله الفريق الصحي والفريق الطبي والتضحيات اللي قدمتها عشان حفاظا على صحة وأرواح المواطنين. كل التحية والتقدير لحضرتك وخالص العزاء، وربنا إن شاء الله يعني يدخلها فسيح جناته إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، متشكرين لحضرتك، مشكرين ربنا السيدة المسؤولين، ربنا يحفظك، ربنا كل سنة وأنتم طيبين، صح السلامة، ربنا يحفظك، متشكرين. احمد عبد العظيم ابراهيم، حضرتك زوج الشهيده صفاء. طيب قول لنا كده حضرتك يعني في البدايه اكتشفت المرض ازاي، عرفت ازاي ان هي مريضه بالكورونا؟ والله كان عندها برد عادي، وبعدين طبعا هي في شغلها عندهم اطفال صغيرين رضع، الاطفال دي بيجي لهم يعني من بره، اطفال مؤاخذه يعني بيلاقوهم في الشوارع، فطبعا في طفله جات لهم كان هي شايله المرض، فعادتها وعادت زمايلها ثلاثة، وفي برضك ثلاث أطفال صغيرين اتعادوا برضك من الطفلة الصغيرة دي. من أسرة الشهيدة ولا من الموجودين؟ من مكان العمل اللي هو المركز الطب الأبهاري ده. فزمايلها يعني كانت حالتهم كويسة، إنما هي حالتها اتدهورت. في خلال قد إيه تقريبا تعبت؟ حوالي ثلاث أيام أو أربع أيام. اول ما عرفت ان هي مصابه بالكورونا ايه الاجراءات اللي انتم اتخذتوها في المنزل مثلا؟ احنا في دكتور هنا جنبينا اسمه احمد السيد كان بيتابع حالتها، فلما لقى حالتها العلاج ما بيستجبش معاه حولنا المستشفى الحميات اللي هي اسكندريه يعني، فطبعا وديتها فالمسحه طلعت ايجابيه. كانت هي بتقول لكم حاجه قبل وفاتها؟ كانت بتوصيكم بحاجه؟ والله كانت بتوصينا على عيالها الله يرحمها. الكلمة اللي توجهها لسيادة الرئيس النهاردة ايه؟ احنا بنشكر السيد الرئيس على الاهتمام اللي حضرته عاملة معانا ده وعلى مع الناس كلها بصراحة، اشكره والله من كل قلبنا. تقول ايه للناس علشان تنصحها ان هم يحافظوا على صحتهم؟ بقول للناس ان هم يعني انا شايف الناس مهملة بتستهتر بالموضوع ده، انما الموضوع ده محدش يستهتر بيه ابدا.
الموضوع ده مش سهل. عملتوا ربنا ما كتب على حد. عملتوا اجراءات عزل ليكوا ومسح؟ احنا قعدنا هنا حوالي 14 يوم ولما توفت يعني خلال ال 14 يوم هي كانت في مستشفى العزل في العجمي. وطبعا توفت الجمعه اللي فاتت. فروحنا بقى عملنا مسحات انا والبنات الاثنين. الحمد لله يعني طلعت مفيش حد. طلعت المسح سلبيه. اولادها قد ايه؟ ندى وشيماء اهو. سنهم قد ايه تقريبا؟ 22 سنة هما الاثنين توأم. البقاء لله. البقاء لله. توقيع الرئيس. لا انا بس بعرفه بس بتوقيع الرئيس اهو. حضرتك ده كارت التحية من السيد الرئيس وده مبلغ من المال بعد مستر وان شاء الله تنزل حسناتكم المجهود اللي انتم عملتوه وربنا يرحمها يا رب ويسكنها في سكنك. متشكرين على رأيكم السيد الرئيس والجمع الناس هو سيادة واجب ان احنا نيجي لحد عندكم ونسلمكم كل الهدايا والحاجات اللي هو بعتها سيادته بنفسه. شكرا شكرا ليه وليكم وللناس كلها. ربنا يحفظكم ربنا يبارك في اولادها وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.